كريم بلش اخر مستجدات كريم. اليوم من هلا من شيء 10 دقائق عمل الهواء ببيروت 90 كيلومتر بالساعه. نعم صحيح. وصار عندنا تدني بدرجات الحراره عن امبارح لنفس الفتره الزمنيه بحدود 3 درجات. الحراره هلا ببيروت 9 درجات. من المتوقع بكرة تكون بين الأربعة والست درجات، وهل درجة الحرارة كمان تضل على هيدا المستوى كمان نهار الصبح؟ نعم. هيدا عم نحكي ساحلا بعد تدنى تحت الصفر على الجبال. بالجبال أكيد تحت الصفر. عم تكون بكرة من المتوقع تكون 8 تحت الصفر على 1500 متر بالمناطق اللي بقى يعني صوب الهرمل إذا بدنا نحكي. و يعني هلا بحدود ال 1200 متر في عندنا سماكه ثلوج بحدود ال 10 سنتيمتر. صحيح. هلا من المتوقع اليوم ينزل الثلج بالفتره المسائيه 800 متر 700 متر فجر بكره. نعم. وبكره بتبلش الهطولات تخف، الجبهه القطبيه بلشت تدخل علينا بهالاثناء. يعني هلا رح يجلد منيح الثلج. صحيح. منحذر يعني عن تكون جليد على الطرقات، حيقسى حتى اللي كان بده يدوب حيقسى. يعني الكتلة الباردة حتستمر اليوم، حيصير في هطولات ثلجية حتزيد، وأحد وتنين حترجع تجلد لأن حيضرب الهواء الشمالي البارد كتير. حتدخل كمان الكتلة القطبية الأشد برودة بس بدون هطولات يلي هلأ عم نشوفها بالصورة، هي اللون النيلي يلي واصلة لعنا، والأزرق يلي مغطى لبنان كله هي الهطولات. صحيح صحيح. وبالنسبة لليوم بلش طقسنا أمطار، عنا ضباب على المرتفعات، أمطار بشكل غزير حتكون ترافق بعواصف رعدية. سرعة الهواء حكينا وصلت ل 90 كيلومتر وممكن تتخطى هالرقم. الهواء حيستمر خلال النهار اليوم، ما حيهدى الهواء. بالمناطق الشمالية أكيد حيكون أقوى، وعلى العالي أكيد أقوى، يعني عم نحكي عن الساحل. البحر اليوم ممكن يوصل لحدود 5-6 أمتار بسبب الهواء. الثلج على 900 متر معدل اليوم، ممكن بالفترة المسائية على 700 بالمناطق الداخلية. هودي صور الرادار اللبناني، هودي الصراحة الرادار التركي، الرادار اللبناني عم يتعدل شوي. نعم. بس عم بتفرجي كيف جبهة الغيوم عم بتفوت علينا، وكل هيدي الغيوم فيها أمطار، عم تكون غيوم ركامية من المزن الركامي أو السبيات اللي بتحمل أمطار وبرد. نعم. حيكون عنا تساقط للبرد اليوم بالساحل بسبب البرودة كمان. نعم. وبكرة حيستمر الانخفاض بدرجات الحرارة، حيكون عنا تساقط أمطار متفرقة. يعني بكرة الأمطار حتكون بشكل خفيف نهار الأحد على 600 متر، كمان ممكن نشوف بعض التساقط للثلوج، وحيكون عنا جليد على 500 متر وطلوع. بس خلينا أذكر كل كل النساء اللي بدهم يظهروا اليوم بالنسبة للهواء، يلبسوا فيزون، يلبسوا شنشلا، يلبسوا أستراغان، فينوا يروحوا عند أوتلت 88 يعني هيك على طريقهم بيستفيدوا بتقلوا. وإذا هيك جسمهم خفيف لازم يتربطوا كمان حتى ما بيحطوا حجار بالجيب يتقلوا الجسم لما يطيروا. نعم صحيح. وبالنسبة للطقس التنين كمان حيكون بالإجمال غائم، إجمال شوية أمطار والثلج على 800 متر. صحة. مرسي. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم إذا بدنا نحكي عنها بين 9 وال 15 درجة بالساحل، جبال من درجتين لست درجات، والمناطق الداخلية من 4 إلى 7 درجات. بال 24 ساعة الماضية ببيروت تشتت بحدود ال 15 ملي. بس بدي حذر من سلوك الطرقات الجبلية اليوم، طريق دهر البيدر اللي مضطرين ممكن يصير فيه هطولات كبيرة تؤدي لتسكير الطريق. والناس اللي على 500 متر 600 متر بالعادة طرقاتهم ما بيكون بتكون عليها جليد، أحد وتنين حيتكون عليها جليد، بدهم ياخذوا احتياطاتهم بالفترات الصباحية. حيش تعطيهم حجج للموظفين اللي بعاد عن بيروت بكرة بيقولوا قالوا في جليد ما سمعتون. على كل حال بدنا نقول لك يعطيك العافية قبل ما تغدرنا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خليك معنا. رح يتم دمج عيد الحب وعيد الأم عيد العمال، رح يصيروا عيد حب أم العمال، وبناء على ذلك تصبح أغنية العيد ست الحدايد على الحديدة. أستاذ محمد عنا سؤال قبل ما نغادر، أمتى بيخف الهواء؟
الهواء من المتوقع اليوم بالفترة المسائية، يعني بكرة الهواء بيكون خلص انتهى الهواء أو صار بحدود 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، بس حيكون هواء بارد كثير. يعني اليوم الهواء حيضل على هذا المستوى لفترة بعض الظهر بهالقوة، بيضرب بقوة وبيرجع بخف. هل صحيح انه هيدي الموجة الصقيعة يعني ما شهد منها لبنان من سنوات، ولا تقريبا هي شيء طبيعي من سنة لسنة بشوات؟ هي شيء طبيعي، بس بهيدي السنة هي الأبرد صراحة. شفت القلوسات اللي حكينا عنه ببداية كانون الثاني الماضي زبطوا؟ أكيد. بعد عندك ألوسة، ما تنسى بعد عندك ألوسة مارون أولى ومارمتر. شكرا لك أستاذ محمد، يعطيك العافية. أنت وكل العاملين مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني في مطار بيروت.